قد لا يروق هذا لهولاكو. ولما لا يا دوكوز؟ فالجويني يلتقط الجمال ويصور. إني حائر بين متعة الليل وبهجة النهار، بين صيف أتدفأ بشمسه وشتاء أنعم ببرودته، فكيف لا يحتار من عليه أن يختار بين جمال وجمال؟ لسانك زلق أيها الجويني ويصعب مجاراته. لذلك اخترته مستشارا لي، يرافقني ويكتب رسائلي. منذ هذه اللحظة لن ترسم سواي أيها الجويني، ولتبدأ عملك الآن برسالة إلى أخي منكو خان تعلمه فيها أنني بانتظار رسلي. إني خادم مولاي هولاكو. أضف إليها أنني لن أعود قبل أن أمهد الطريق بأمان لحملتنا عبر بلاد فارس لغزو بغداد وتدمير دولة العباسيين. كان رسمك جميلا يا قطوي، لما تنظر إلي هكذا؟